على الهواء مباشرة الأستاذ أحمد الطيار، رئيس قسم المناخ في دائرة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير أختي سمر، صباح الخير إليك ولجميع الأخوة المشاهدين الكرام، حياكم الله. صباح الفل، صباح الخيرات. يعني اليوم تستمر درجات الحرارة، واضح يعني إنها متدنية باردة، ولكن هل أنا نعلم أيضا الفترة القادمة ماذا ستحمل لنا؟ تفضل أستاذ أحمد. نعم يا ستي، اليوم يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة. الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، لطيفة في الأغوار والبحر الميت، الرياح جنوبية شرقية بتتحول في الساعات الظهيرة إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بساعات الليل الأجواء تصبح باردة جدا في أغلب المناطق، باردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، ونتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجمات فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية. لذا نحذر الأخوة المواطنين والأخوة المزارعين من خطر تشكل الانجمات والصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية. في خليج العقبة نهاردة اليوم أجواء لطيفة، نهارا بارد نسبيا ليلا مع رياح جنوبية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. العظمى المتوقعة لهذا اليوم في مدينة عمان الشرقية 13 درجة مئوية، وهي حول معدلها لمثل هذا الوقت من السنة، والصغرى 5 درجات مئوية. أختي سمر، غدا هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لكن مع ساعات ما بعد الظهر بتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، الأجواء تصبح غائمة جزئيا وهنالك فرصة لسقوط زخات متفرقة المطر في ساعات الليل في شمال المملكة، قد تمتد إلى بعض مناطق الوسطى. الرياح بتكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مطير الغبار خاصة في مناطق البادية. طبعا بنحذر الأخوة المواطنين يوم الثلاثاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وأيضا من خطر انزلاق على الطرقات في المناطق اللي بتشهد هطول مطري. بالنسبة ليوم الأربعاء نتوقع تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة رطبة، باردة جدا ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي بتمركز جنوب جزيرة قبرص. بتتوالى درجة الحرارة بالانخفاض، الأجواء تصبح باردة جدا في أغلب مناطق المملكة، قائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة وتهطل بمشيئة الله اعتبار مع الساعات ما بعد الظهر. الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء والليل لتشمل أغلب مناطق المملكة. هذه الهطولات متوقع أن تكون غزيرة أحيانا، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة مصحوبة بالرعد أحيانا وتساقط البرد. الرياح جنوبية غربية تنشط السرعة وهنالك هبات قوية أحيانا تصل سرعات ما بين 50 إلى 60 كم في الساعة في بعض المناطق تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. لذا في تحذيرات يوم الأربعاء من خطر الانزلاق على الطرقات الهطول المطري وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة على سطح الأرض وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وأيضا بنحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة مناطق تجمع المياه. تتوقع السجل العظمى نهار يوم الأربعاء بحدود 8 درجات مئوية وتنخفض ليلا إلى 3 درجات مئوية. نعم أختي سمر. نعم الأستاذ أحمد الطيار، رئيس قسم المناخ في دائرة الأرصاد الجوية. يعني المنخفضات الجوية تبدأ منذ اعتبارا من يوم الثلاثاء تمتد حتى الأربعاء، إن شاء الله خير يا رب العالمين. إحنا متابعين معاكم يوم بيوم إن شاء الله مستجدات المنخفض الجوي القادم، إن شاء الله خير يا رب العالمين.